ولتسليط الضوء على هذه القضية المهمة، الحملة الحكومية الحالية في تهجير أهالي قرى ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك معنا دكتور أيمن. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. حياكم الله. كما يسعدنا أن نرحب عبر الخط الهاتفي من إسطنبول ب رئيس أو باحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام السيد حاتم الفلاحي، مرحبا بك معنا. حياكم الله، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء الخير، شكرا لك. نبدأ معك أستاذ يعني أيمن. قضية دكتور تعود من جديد إلى الواجهة، وهذه المرة تهجير بدعوى وجود فراغات أمنية، وقد يكون التهجير لمدة 4 أشهر، وقد يعود الناس وقد لا يعودون. وقد تحدثنا أيضا اليوم مع مدير الناحية وقال يعني هذا ما أخبرتنا به القوات الأمنية. هل تعتقدون بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات سابقة للتغيير الديموغرافي؟ تحية لك أخي من جديد ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. حقيقة الأمر يعني موضوع التغيير الديموغرافي شهد العراق بعد 2003 مراحل كثيرة وحلقات متسلسلة من هذا المخطط الذي يراد منه تغيير التركيبة السكانية لمناطق واسعة في العراق ومحافظات معينة ومعروفة، وهذا لا يعني لا يتعدى إلا أن يكون حلقة جديدة من حلقات مسلسل التغيير الديموغرافي في العراق. وإلا يعني اليوم لدينا مئات العوائل، مئات العائلات التي تطلب منها الحكومة النزوح أو ترك أماكنهم، إبعاد السكان أو النقل القسري لهم في جميع الأحوال من قبل السلطات الحكومية، هو يعني مرحلة معروفة أنها مسألة تهجير وترحيل قسري لهؤلاء السكان، والأعداد كبيرة. من يضمن أن تقوم الحكومة نفسها بحماية السكان؟ يعني إذا هي عاجزة عن حمايتهم في منازلهم وفي مناطقهم، نعم، كيف ستكون قادرة على حمايتهم وهم في يعني في عرض الصحراء ويكونون لقمة سائغة لأي هجوم تدعي الحكومة أنها يعني بحالة وضعهم في حالة حماية؟ فهذا لا يستقيم الأمر هنا. نعم. وبالتالي قطعا هو موضوع، وكذلك لدينا أكثر من 320 بلدة وقرية ومدينة كبيرة في العراق جرى عليها ما يجري اليوم في قرى مكحول، ولا يزال أهل تلك المناطق والقرى والمدن والبلدات غير قادرين حقيقة على العودة لأسباب كثيرة، لكن المحصلة واحدة هو أنه الجميع ممنوع من العودة إلى مساكنهم ومناطقهم، وحتى يعني باتوا حقيقة في وضع التشرد. نعم. لدينا آلاف العائلات. نعم. الأخرى. نعم. هذا واضح دكتور أيمن، أرجو أن تبقى معنا. سيد حاتم، متى تلجأ القوات الأمنية إلى تهجير السكان من منطقة معينة نظرا لوجود فراغ أمني ووجود عمليات عسكرية تقتضي أن يكون المكان فارغا حتى لا يتعرض المدنيين لأي تهديد أمني؟ نعم، حقيقة تلجأ القوات الأمنية إلى مثل هذا الإجراء عندما تتوفر معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مثلا ضربة صاروخية لهدف معين، وأن هذا الهدف قد يتعرض إلى التدمير الكامل، خصوصا إذا كان هذا الهدف في وسط مناطق سكنية، أو هذا الهدف قد يؤدي تدميره إلى مثلا انفجار أكداس من العتاد وما إلى ذلك من أمور أخرى بما يؤثر على المناطق المحيطة به. عندئذ
يمكن للقوات الأمنية أن تتخذ مثل هذا الإجراء ويكون مقبول على أن يكون لفترة زمنية محددة لا تتجاوز المعلومات التي وصلت إليهم، يعني فترة الضربة الصاروخية وما إلى ذلك من أمور أخرى. أما أن يتم إجلاء قرى كاملة بهذه الكيفية فهذا ينم عن ضعف القوات الأمنية وعدم قدرتها على فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق. يعني عندما تقوم القوات الأمنية هي بتفريغ هذه المناطق فهذا يعني بأن القوات الأمنية لماذا وجدت وأنها غير قادرة على المواجهة، وبالتالي كان يجب على القوات العمليات المشتركة أن تقوم بدفع قوات. يعني العراق لا يعاني من نقص في القوى البشرية المتواجدة في القوات الأمنية، أكثر من 1.5 مليون مقاتل موجود ضمن الأجهزة في وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وما إلى ذلك من مسميات أخرى. كان يجب عليهم أن يدفعوا الكثير من القطعات لاستتباب الأمن في هذه المناطق وعدم تهجير الناس وإخراجهم من منازلهم. ويضاف إلى ذلك بأن لنا تجربة مريرة مع القوات الأمنية، يعني الحكومة هي غير قادرة على إرجاع المناطق التي نزحت من عام 2014، فما الذي يجعل أهالي هذه المناطق يصدقون بما تقوله القوات الأمنية لمدة 4 أشهر فقط؟ هم غير قادرين على إرجاع الناس إلى تلك المناطق، فكيف سيتم إرجاع الناس بهذه الطريقة؟ يضاف إلى ذلك بأن ما يجري يتناقض مع الرواية التي كانت في الفترة الماضية في مثلا في قرية نهر الإمام. نهر الإمام تتواجد في منطقة المغدادية ومن سلسلة متكاملة من المدن والقرى في تلك المنطقة، والقوات الأمنية تنتشر بشكل كبير جدا، ومع ذلك فشلت القوات الأمنية في الدفاع عن أهالي هذه المنطقة وتعرضوا إلى حرق المنازل وإلى التهجير وما إلى ذلك من أمور. الإشكال في العراق هو إشكال سياسي، هناك شروط تفرض من قبل جهات معروفة بولاها إلى إيران وإلى مناطق أخرى، الغاية الرئيسية هو إجراء التغيير الديموغرافي في هذه المناطق، والدليل على هذا بأنهم الآن يقومون بالاستيلاء على أراضي واسعة سواء كانت في الأنبار أو في الموصل أو في صلاح الدين أو في ديالة، ويقومون بإيتاء بكثير من السكان من مناطق أخرى لغرض السكن في هذه المناطق. إذن نحن نتكلم عن تغيير ديموغرافي يجري في هذه المناطق بحجج متعددة، حجج منها إقامة مثلا العاصمة الإدارية لبغداد، إقامة عاصمة جديدة، بناء الملاعب وما إلى ذلك من أمور أخرى. فهم يحاولون بشتى الطرق القيام بإجراء عمليات ديموغرافية. سيد حاتم، نعم دكتور أيمن، موضوع التغيير الديموغرافي إلى أي مدى يعد انتهاكا لحرية وحقوق الإنسان، وكذلك نقل الناس وتهجيرهم بهذه الطريقة أيضا إلى أي مدى يعني ينتهك حقوقهم؟ أخي هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يعني اليوم أنت تجرد مجموعة من السكان، تجردهم من منازلهم ومن ممتلكاتهم ومن أراضيهم، وما تشكل مسألة مسقط الرأس بالنسبة للإنسان من أمور أخرى معنوية، هذه كلها تنفيها عن هذه المجموعة وتقوم بإبعادها أو نقلها بشكل قسري، والنتيجة واحدة، هذا كما يعني واضح جدا في القانون. فهنا لا سيما أنه كما ذكر الضيف العزيز أنه لدينا الكثير من الأمثلة السابقة التي تظهر طبيعة تعامل القوات الحكومية مع السكان ومع المدنيين، ولا سيما في مناطق معينة من البلاد. لا شك أن هذا يعني الطابع الطائفي يطغى حقيقة على تعامل الحكومة مع ملفات كثيرة تخص المناطق والمحافظات المنكوبة والمحافظات ذات الغالبية السنية والمحافظات السنية، فهذا يندرج حقيقة يعني كما ذكرت هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واقتلاع جذور الناس من اقتلاع الناس من جذورهم ومن مناطقهم، هذا كله يعني جرائم ضد الإنسانية في حال تكرارها، وهي تكررت كثيرا في عشرات المواطن
من التراب العراقي، وبالنتيجة نحن أمام جريمة ضد الإنسانية معلومة الأركان وواضحة، ولا أحد حقيقة يعني يستطيع أن يدافع بشكل أو بآخر على الطرف الحكومي، لأنه متورط حقيقة في كثير من الانتهاكات والفضائع الحقيقة الطرف بحق الحكومي دكتور المواطنين. أيمن، الحكومة التي فشلت في إدارة أزمة المخيمات والنازحين على مدار السنوات الماضية، هل ستستطيع التعامل مع مخيمات جديدة ونازحين جدد لمئات العائلات؟ أحسنت أخي الكريم، هذا يعني مثل من الأمثلة الذي يضرب على تعامل القوات الحكومية وطبيعة تعامل السلطات الحكومية أيضا المعنية مع ملف يخص النازحين. النازحون بالمجمل يعني أغلب يعني 95% من النازحين هم عرب سنة، فتخيل الحكومة هذا الملف مهمل، هذا الملف في مهب الريح، في طي النسيان، هذا الملف لا يعني ماذا فعلت الحكومة للتخلص من الإحراج وإحراج الجهات التي تدعمها؟ قامت بإغلاق المخيمات بدون سابق دراسة وبدون تهيئة لمقومات العيش بالنسبة للعائلات التي فرضت عليها العودة إلى مناطق والمناطق مدمرة، منهم من عاد إلى أطلال المنازل وركام الدمار الذي لحق في المدن الكبرى حتى في العراق مثل الموصل وغير الموصل. لكن ما هو التعامل هذا؟ لماذا هذا التجاهل ولماذا هذا التمييز حقيقة؟ يعني 5% من النازحين هم من الشيعة، امتازوا بمساعدات هائلة وقطع أراضي، ولكن بالمقابل لدينا ملايين النازحين هم من العرب السنة، واليوم يعيشون حياة التشرد ويعانون لا من أعرف إن كان ضيق بالإمكان ذات دكتور اليد. أن نسمي ذلك، يعني دعنا نقول تمييز طائفي وعنصري ضد لا فئة. شك، نعم. طيب لا دكتور، شك أرجو في أن تبقى تمييز معي يا طائفي. دكتور في نقطة مهمة. سيد حاتم الفلاحي معنا، كنتم قد تحدثتم أن هناك مئات الآلاف من عناصر القوات الأمنية والجيش والشرطة التي تستطيع ملء هذا الفراغ الذي يتحدثون عنه، وطبعا إلى جانب أعداد كبيرة من الميليشيات وتشكيلات كثيرة معروفة في العراق. لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لماذا لم يقوموا بملء هذا الفراغ الذي كان سيكلف الناس معاناة أقل وكان سيضمن لهم حماية أكبر؟ لأنهم الآن إذا خرجوا من منازلهم ومن قراهم، فنحن نتكلم عن كارثة بمعنى الكلمة قد تتحقق لهؤلاء النازحين أو المهاجرين. نعم، لا شك بأن هذا القرار وراءه دوافع، يعني ودوافع يعني سياسية بامتياز، يعني لأن القرارات التي تصدر في مثل هذه الأمور هو قرار سياسي قبل أن يكون قرار أمني. يعني دعني أسوق مثلا، يعني في الكوارث الطبيعية، يعني مثلا الفيضانات أو غيرها، تقوم الدولة بإجلاء كثير من المناطق التي يمكن أن تتعرض إلى الخطر، يعني أو في المناطق الحدودية عندما تكون قريبة والدولة في حالة حرب تقوم بإجلاء هذه القرى لأنها قد تتعرض إلى الاجتياح من قبل قوات الدولة المعادية، وبالتالي يمكن للقوات الأمنية والقوات القيادة السياسية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية السكان بطريقة أو بأخرى. ولكن عندما تكون هذه المناطق هي في قلب البلد والقوات الأمنية تتواجد بأعداد كبيرة جدا، ثم تقوم القوات الأمنية بإخلاء هذه المناطق، فهذا يعني بأن أي منطقة يمكن لها أن تتعرض في الفترة المقبلة إلى عمليات عسكرية سواء كانت من تنظيم الدولة أو من ميليشيات أو من غيرها، فيجب أن تفرغ، وعلى هذا سيجري تفريغ الكثير من المناطق السنية خلال المناطق الأخرى، على اعتبار أن هذه المناطق هي مناطق ساخنة قياسا بالمناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية في كردستان. وهذا إشكال كبير جدا، يجب أن تقف يعني يجب أن يقف من هو مسؤول عن القرار أمام هذه التحديات، لأن هناك مناطق تم الاستيلاء عليها ولم يتم استرجاعها لحد هذه اللحظة، وهذا يعني بأن جميع المناطق السنية ستكون مستباحة خلال الفترة المقبلة
بهذه الدوافع على اعتبار ان هناك تهديد ويجب اخلاء هذه المناطق، وهذه العمليه هي اشكاليه كبيره جدا في اداره الدوله. نقطه في غايه الاهميه التي نعم. تعتبر ضعيفه. يضاف الى هذا بان هذه القضيه تعطي صوره واضحه على ان الوضع في العراق يدار من قبل جهات هي لا جهات خارجيه تعمل على اجنده لاجراء التغيير الديموغرافي وما الى ذلك. ونرى ما جرى في ميسان، لماذا لا يتم اخلاء القرى في ميسان عندما جرت عمليه الاغتيالات وعمليه المناوشات التي تجري ما بين العشائر؟ لماذا لا يجري اخلاء هذه المناطق كما يجري في المناطق السنيه؟ هذا عمليه الكيل بمكيالين والتعامل المزدوج في القضايا يعطي دليل واضح على انه هذه الحكومات تنفذ سياسات طائفيه ضد مكون بعينه منذ عام 2003 والى يومنا هذا. برغم كل الكوارث التي صارت في المنطقة، يعني لا هذا النظام السياسي أو هذه الطبقة السياسية لا تتعظ من الأشياء التي حصلت في الفترة الماضية، ولذلك هي مستمرة في هذه، لأن لا رادع ولا حسيب ولا رقيب عليهم، بحيث حتى السلطة القضائية والسلطة التشريعية تقف تتفرج على ما يجري في هذه المناطق دون أن يكون هناك عقاب رادع. يعني حتى بالأمس هذه الجريمة التي عوقب عليها، مسألة الجريمة التي جرت في منطقة جبلة، هذه حقيقة هم أصدروا حكم الإعدام، لكن قد يتم إطلاق سراحهم كما حصل في جامع سارية. نعم. أيضا تم أخذ القرار بالإعدام ولكن تم إطلاق سراحهم، مع الفرق أن هؤلاء كون شيعة وهؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام في مناطق جبلة سنة، فهؤلاء قد ينفذ عليهم الحكم، ولكن إذا كانوا شيعة لا. الخلية التي مسكت في قرية الجبور في البعاثة في الدورة تم اطلاق سراحها لانهم يعودون الى ميليشيا والحكومه غير قادره على ان تواجه هؤلاء. اما اذا كانت هذه القضيه في المناطق السنيه فلا، الامر يجري باريحيه اخرى ويجري باتخاذ كافه الاجراءات التي يريدونها. فنحن حقيقه نتوجس من هذه القضايا بشكل كبير جدا، لان هذا هو التاريخ الذي نذكره للحكومات وللطبقه السياسيه الحاكمه وللقوات الامنيه. ثم سيد حاتم، ماذا لو تكرر الفراغ الأمني في مناطق أخرى؟ هل ستفرغ تلك المناطق من سكانها ويرحلون من جديد كما جرى في هذه المرة مع مكحول في منطقة مكحول؟ الذي يجب أن تجيب عليه حكومة الكاظمي، هذا السؤال الذي يجب أن تجيب عنه القوات الأمنية بأعدادها الكبيرة، يجب أن تجيب عنه ميليشيات الحشد الشعبي التي تقول بأن فرض الأمن والاستقرار ويعتبرها فارح الفياض القوات رقم واحد في المواجهة. تقومون بتفريغ المناطق الواحدة بعد الأخرى ثم تقولون لدينا أجهزة أمنية قادرة على المواجهة. إذا كنتم قادرين على المواجهة فحركوا القطعات العسكرية لتدافع عن هذه المناطق. هذه إشكالية كبيرة جدا في عملية إدارة العمليات العسكرية في العراق في فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق التي تعتبر غير مستقرة. نعم دكتور أيمن، أين لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من هذه الأزمة؟ الحقيقة يعني لجنة حقوق الإنسان البرلمانية هي ضمن يعني تعرف جنابك، والبرلمان أصلا في حالة من الفوضى وحالة من الـ يسمى الفراغ السياسي أو أي يعني حالة المعتاد عليها في العراق، ولا يأخذ دورة ولا يمكن أن يكون ممثلا حقيقيا للشعب بجميع التفاصيل. أما بالنسبة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية فهي حتى وإن صرحت في شيء أو اتخذت موقفا من شيء فيظل الموضوع على حبيس الإعلام وحبيس يعني كأنما لكسب الوقت والقول بأنه هنالك انتقادات وهنالك رصد وهنالك توثيق، لكن ما هي النتائج؟ لدينا الكثير من حالات الاختفاء القسري المقدمة لدى لجنة الاختفاء القسري الأممية، المخاطبات الحكومية التي يعني تخاطب بها الحكومة هذه اللجنة، مخاطبات ركيكة، مخاطبات لا يمكن أن توصف بأن من كتبها هو شخص قانوني أو شخص مسؤول حقيقة، لأنه
وتمت مخاطبة لجنة حقوق الإنسان في ذلك من قبل اللجنة نفسها، لجنة الاختفاء القسري، لكن كذلك كانت الردود غير مسؤولة والردود غير معروف، يعني حتى استغرب واستهجن واستنكر سكرتير اللجنة في حقوق في الاختفاء القسري الردود الرسمية على هذه الحالات. فهي يعني لا إن وإن اتخذت موقفا فسيظل هذا الموقف غير فعال وغير، ولا يمكن أن يغير من الواقع شيئا، لأنه هذا كله تقاسم للأدوار بين المشاركين. تعلم جنابك أن العملية السياسية في العراق والنظام السياسي كله يعني مبني على مبدأ المحاصصة، والمحاصصة تفرض على المشتركين والمشاركين في هذه العملية تقاسم الأدوار. لا يمكن لأحد أن يقوم باتهام أحد بشكل فعلي، لا يمكن لأحد أن يقوم برصد وتوثيق انتهاكات طرف آخر بشكل فعلي وبشكل فعال يفضي إلى تحقيق جزء من أو شيء من العدالة بالمقابل. لماذا؟ لأن الجميع شركاء متكافلون متضامنون، لا يمكن لأحد أن يتقدم على أحد في شيء، والمحاصصة تضمن امتيازات الجميع، فلا أحد يعني لا توجد مشكلة حقيقية تفرق بينهم. فبالنتيجة البرلمان يظل معطلا حقيقة في ظل هذه الصيغة أو النهج السياسي القائم في العراق. أشكرك جزيلا الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كما أشكر عبر الخط الهاتفي من إسطنبول السيد حاتم الفلاحي، رئيس أو الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام. شكرا جزيلا لك.